طبعا في البدايه احنا في مجلس اتحاد الطلبه حركه الشباب الطلابيه نستنكن ونستهجن ونستغرب هذه القرارات التي تخرج لا نعلم من اين تخرج من اي بوتقه، ونشكك في نزاهتها واستقامتها. نحن سيكون لدينا خطوات تصعيديه ضد هذه الإدارة، نؤكد على انتظام الدوام في هذا السياق غدا، وانتظام الامتحانات وانتظام كل الدوام غدا. نحن هنا باقون، ولكن نستغرب مرة أخرى بالنسبة لموضوع الهجمة التي نعاني منها في إدارة الجامعة، ونستغرب أننا في أزمة مع جيش الاحتلال، وبأزمة من إغلاق الجامعة واستهداف الحرم الجامعي وكل المساس بحرمة الجامعة وبمسيرتنا التعليمية. نتفاجأ بأن هناك تساوق وتقاطع في المصالح والطرق بين إدارة الجامعة وجيش الاحتلال. نحن سيكون لنا رد، ورد سريع وقاسي ومتين باتجاه هذه الإدارة، وسنضع الأمور في نصابها، وسنضع كل شيء في نصاب في قيده الصحيح. ويعني في النهاية سيكون الرد قريب جدا جدا إن شاء الله. بالإضافة لأنكم تدعون الطلاب للدوام بشكل اعتيادي وأيضا تقديم الامتحانات، هل هناك خطوات أخرى ستتخذونها كمجلس طلبة للرد على قرارات الجامعة؟ نعم، بالتأكيد سيكون لدينا خطوات أكيدة وممنهجة ومجدولة. لدينا سيكون هناك تصعيد ابتداء من غد، سيكون لنا بيان يوضح كافة الأحداث التي حدثت في جامعتنا. هناك يعني أود أن أسرد القضايا بجملة وتفصيلا سريعا بداية من مطالبنا. الأزمة أتت في ظل المطالب الطويلة العريضة، القائمة الطويلة لمطالبنا جاءت وتدحرجت إلى الآن من بداية فترتنا في استلام مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشباب الطلابية. هناك كان عدم الموافقة على أي طلب من مطالبنا، مصالح الطالب أكاديميا وإداريا تضررت. هناك سيكون لنا رد، وسيكون لنا جدولة وإعلام عن هذه المطالب وإظهارها للعلن طبعا في الأيام المقبلة. ابتداء من الغد سيكون لنا بيان توضيحي، وسنكون بتواصل مع طلبتنا ومع المجتمع المحلي ومع كافة المؤسسات الموجودة في داخل البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من جهلت من الشبيبة إننا، جمع الشبيبة إننا عنوان، إذا لقينا الغاصبين فجأة حمم تلظى إننا بركان. جماهير شعبنا العظيم، جماهيرنا الطلابية الباسلة، في ظل الأحداث المتسارعة والمتتالية التي تمر بها جامعتنا العرفاتية من اقتحامات متكررة واعتداءات على الطلبة ومرافق هذه الجامعة، ومع التزامنا الكامل نحن في مجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية بالقرارات التي صدرت عن المؤسسات الأهلية والمجتمعية والرسمية في هذه المحافظة، وعلى رأسها عطوفة محافظ محافظة طولكرم الأخ المناضل عصام أبو بكر الذي نثمن دوره الفعال في إدارة هذه الأزمة. تطل علينا ثلة مما يدعون المسؤولية المشبوهة بقرار تعطيل الدوام الذي يصب في مصلحة الاحتلال وتمرير سياسته في إخلاء هذه الجامعة وتدمير هذا الصرح العلمي الشامخ الذي سيبقى شامخا رغم أنف من يسعى إلى تدميره. وعليه فإننا في حركة الشبيبة الطلابية ومجلس الطلبة نؤكد على استمرار العملية الأكاديمية والحياة الجامعية التي هي من حق الطلبة وليست من حق أحد سوى الطلبة، ونؤكد على حقنا في التعلم والتعليم ورفع شعار أن نتعلم ونقاوم،
فلن نسمح بتمرير مخططات هذا العدو الغاشم على صدور أسرانا وجرحانا على أرض هذه الجامعة. الإخوة والأخوات الطلبة، جماهير جامعة فلسطين التقنية، أسرة الجامعة الإدارية والأكاديمية، في ظل ما تتعرض له هذه الجامعة من هجمة مدبرة من قبل قوات الاحتلال لتدميرها، وفي ظل حالة الفوضى الإدارية والمالية والأكاديمية التي تمر بها الجامعة، وفي ظل الغياب الكامل لرئيس الجامعة ومجلس عمدائه الذين يجلسون في قصر عاجي ولا يعلمون ماذا يدور في أروقة هذه الجامعة، وحتى وصل بهم الأمر لعدم متابعة قضية أسرى هذه الجامعة وجرحاها البواسل، وتركوا هذه المهمة لمجلس الطلبة لمتابعتها، وفي ظل كل ما سبق تخرج علينا إدارة الجامعة بكتاب ينص على تجميز مجلس اتحاد الطلبة وفصل أعضائه، وردا على البيان الذي صدر من مجلس الطلبة قبل حوالي أسبوعين. وإننا إزاء ذلك نؤكد على ما يلي: أولا، إن البيان الذي صدر هو غيض من فيض مما يوجد في جعبتنا من ملاحظات وتجاوزات على مجمل الحياة في هذه الجامعة. ثانيا، إن من يستحق التجميد والتبخير من هذه الجامعة هم هذه الإدارة التي تدير كل شيء في هذا الوطن سوى هذه الجامعة. ثالثا، لقد اتخذ بعض العمداء في هذه الجامعة من موقعه مكانا لكي يعبر عما يدور بداخله من حقد دفين تجاه مجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في هذه الجامعة. إننا إزاء ذلك نؤكد على ما يلي: أولا، نثمن موقف عطوفة المحافظ والأجهزة الأمنية وإقليم حركة فتح وفصائل العمل الوطني التي ساعد دائما إلى احتواء هذه الجامعة. ثانيا، نستغرب ونستهجن قرار إدارة الجامعة رغم أن مطالب المجلس كانت مطالب محقة وعادلة من أجل مصلحة الجسم الطلابي في هذه الجامعة. ثالثا، نستنكر وقوف الجامعة على موقف الحياد في إدارة هذه الأزمة. رابعا، نؤكد أن مجلس اتحاد الطلبة على رأس عمله كالمعتاد. خامسا، نعطي إدارة الجامعة سقفا زمنيا لصباح يوم الأربعاء الموافق 2/12/2015 للتراجع عن هذا القرار وتلبية مطالب مجلس الطلبة. إننا من هنا نطالب كل المؤسسات وعلى رأسها عطوفة المحافظ لتجنيب الجامعة أزمة لا يحمد عقباها، وإننا سنلتزم في المدة الزمنية المذكورة، وكما نؤكد على الالتزام بالدوام كالمعتاد، وإننا نعد الجميع أن قراراتنا ستمس أشخاصا بعينهم في الأيام القادمة. إخوانكم مجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية. لو سمحت، هل هناك أي علاقة بين قرار الجامعة كما يعتقد المجلس والمواجهات التي تجري في محيط الجامعة؟ نعم إخواننا، إننا في مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية أكدنا ونؤكد أننا رفعنا شعار نتعلم ونقاوم على أرض هذه الجامعة. حياتنا الأكاديمية مستمرة. إنما نراه من سياسة تعطيل العملية الأكاديمية في هذه الجامعة هي سياسة الاحتلال وتمرير سياسته في إغلاق هذه الجامعة وتعطيل العملية الأكاديمية. هل هناك، مرة أخرى أعيد السؤال، هل هناك أي علاقة بين هذه الأحداث وما يجري في محيط الجامعة من مواجهات، أم أن الأمر يقتصر على خدمات طلابية فقط؟ نعم إخواننا، هي لا تقتصر على فقط على المطالب المحقة والمشروعة لهؤلاء الطلبة. إدارة جامعتنا لغاية الآن لا تعلم أين هي حرمة هذه الجامعة. جميع الإعلام يصدر له قرار بأن ما يحصل على أراضي هذه الجامعة هي على أراضي محيطة في هذه الجامعة وليس على أراضي واقع داخل حرم الجامعة، كما شاهدتم بالأمس القريب دخلت الجبات الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل أراضي هذه الجامعة واستهدفت الطلبة في داخل المحاضرات وفي داخل الامتحانات. طيب، سؤال آخر، كيف سيأتي الطلبة إلى الجامعة في ظل قرار إداري بتعطيل الدراسة؟ بمعنى ليست هناك محاضرات ويمكن للأمن أن يغلق أبواب الجامعة أمام الطلبة. نحن نؤكد
أن التعليم حق للطلبة، يجب استمرار العملية الأكاديمية، الموظفون يقبضون رواتبهم، هذه جامعة حكومية، نحن علينا أن نتعلم، هناك طلبة خريجين، هناك طلبة عليهم مشروعات تخرج، هناك طلبة يريدون إنهاء هذه العملية الأكاديمية بالشكل السليم للانتقال إلى مرحلة مهمة في حياتهم هي المرحلة المهنية العملية. سؤال آخر من فضلك، الجامعة تتهم مجلس اتحاد الطلبة بتجاوز دوره في خدمة الطلبة وتهديد إدارة الجامعة بشكل فعلي، هذا ربما تهديد الجامعة عليكم. أرفقنا لوسائل الإعلام جميعا الموجودة هنا المشكورة لتلبية طلبنا بحضور هذا المؤتمر الصحفي، أرفقنا البيان الموضح لمطالبنا المشروعة، هي الآن أمام عيونكم، أرجو من جميع الصحفيين إرسالها إلى الجهات المختصة للإطلاع عليها، فإذا كانت غير مشروعة فنحن نستقيل من الآن، إذا كانت طلباتنا غير مشروعة لإدارة هذه الجامعة. سؤال أخير وسأترك المجال لزملاء الصحفيين الآخرين، هل هناك أي فرصة لحل هذه الإشكالية بالتفاهم بعيدا عن لغة التهديد الذي حمله بيانكم؟ نحن لم نهدد أي أحد، هي إجراءات تعسفية بحق طلبتنا الأعزاء، أيضا أعضاء مجلس الطلبة هم طلبة في هذه الجامعة، حملوا على عاتقهم إدارة هذه الجامعة بتغيب المسؤولية لرئيس الجامعة وإدارته، نحن نؤكد على استمرار العملية الأكاديمية. يعني هل تواصلتم مع فصائل العمل الوطني وتحديدا مع حركة فتح وهي تمثلونها في جامعة خضوري، وما كان رد حركة فتح على هذا الموضوع؟ في بياننا المعلن الآن معهم لغاية صباح يوم الأربعاء للجلوس على طاولة الحوار حتى لا نبدأ بالعمليات التصعيدية القادمة بإذن الله. ماذا تقصد بالتصعيد؟ سترون على أرض الواقع إن شاء الله، سترون على أرض الواقع، نحن بالفعل لا بالقول. أحب أن أوضعكم في الأحداث من البداية، من بداية الأحداث بدأت في مطالب مشروعة للطلبة من ناحية إدارية ومالية وإلى آخره وأكاديمية في هذه الجامعة، هناك إهمال واضح لهذه المطالب منذ الفترة التي استلم فيها مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشباب الطلابية زمام الأمور منذ بداية شهر 7، طبعا إهمال واضح ومتعمد في ظل هذه الظروف من قبل الجامعة لما يقدمه مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشباب الطلابية من مطالب مشروع كما قلنا. أنا أستغرب وأستهجن وأستنكر ما قررته إدارة الجامعة بحل مجلس الطلبة وتعليق الدوام ليوم غد وبعض الإجراءات الأخرى، سيكون لنا إجراءات قادمة. أؤكد وأستنكر تقاطع ما تقوم به إدارة الجامعة مع الأحوال والأمور التي تعاني منها الجامعة من قبل جيش الاحتلال من استهداف واضح وصريح لهذه الجامعة وطلبتها. نحن كنا بتواصل مع إدارة الجامعة بموضوع وساعدناهم في موضوع استئناف الدوام واستئناف العملية التعليمية، ولكن تفاجأنا بهذا القرار، رغم أن هذا القرار طبعا أضعكم بالصورة، هذا القرار كان في البداية قرار إنذار لمجلس اتحاد الطلبة وهو غير قانوني، أصلا غير قانوني بإنذار المجلس وحركة الشبيبة، وتفاجأنا في آخر الدوام بأن القرار تحول إلى موضوع آخر وهو تعطيل الدوام ليوم غد وتعطيل المسيرة التعليمية وحل مجلس الطلبة الذي هو غير قانوني، أؤكد عليها مرة أخرى. وكنا متوقعين من إدارة الجامعة تعاون أكثر وتغيير في مصلحة الطالب أكاديميا وإداريا، وأشكر وجودكم مرة أخرى وشكرا لكم جميعا.